كشفت نتائج مبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية رعاية منذ انطلاقها في ديسمبر 2021 وحتى نهاية يونيو 2022 أن عدد الحالات المشمولة في الرعاية 105 حالات، إذ لا زالت تحت المتابعة 55 حالة، فيما انتهت من تلقي الرعاية 50 حالة. كما كشفت النتائج عدد الحالات المستفيدة من الرعاية 63 حالة، منهم 45 طفلا و18 بالغا. وتسعى مبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية رعاية لتقديم الرعاية للفئات المستهدفة من خلال القضايا الواردة لنيابة الأسرة والطفل وبمساعدة الخبراء الاجتماعيين والنفسيين. وتسهم المبادرة في إزالة الأسباب التي تقود إلى الجريمة أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب هدفها في إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري. وشمل التقرير بيان قدرة النيابة العامة على رصد الحالات وتقييمها وتحديد نوع الدعم والخدمات المراد الحصول عليها. كما تضمن التقرير متطلبات التطوير المستقبلية وسبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل المشترك مع الشركاء لإعداد منظومة عمل متكاملة تعمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة على النحو الذي يحقق الغايات التأهيلية والاجتماعية المنظورة من هذه المبادرة.